وقعت البارح في بلادنا فضيحة بكل المعايير الدولية، وهاد الفضيحة هادي أكبر صفقة في تاريخ الدار البيضاء، صفقة تحلية مياه البحر اللي جلالة الملك محمد السادس سنين وهو كيهضر عليها، واللي دخلوا في المناقصة والمنافسة عليها عدد من الشركات الكبار اللي عندهم تجربة في هذا المجال. صفقة ب 800 مليون أورو اللي هي 8 ديال المليار ديال الدرهم. الشركات غينسحبوا في ظروف غامضة، باش في الاخر شكون غادي يدي الصفقة؟ الشركة ديال من؟ قولوا نتوما راكم عارفين، رئيس الحكومة المغربية. دابا حيت نتوما الا ما كتشوفوش حجم الفضيحة، الا ما كتشوفوش انه هو نايض تيعزل رؤساء جماعات باسم تنازع وتضارب المصالح، يعني انت ما يمكنش تكون في السياسة وتستغل